ليرة ورا ليرة، معي أنا كارولين. مرحبا. كلنا منعرف أن النفط هو عبارة عن الكائنات الموجودة تحت الأرض من آلاف وملايين السنين، تحللت وتحولت لنفط. وما بيخفى على حدا أن النفط عم تتناقص وتنشف موارده بكميات كبيرة، مشان هيك صار من الضروري إيجاد بدائل جديدة للطاقة، وهاد يلي عم تشتغل عليه الدول الكبيرة. وواحد من هاي المصادر الجديدة تدوير النفايات، وخاصة فضلات الأكل، على اعتبار الأكل بيحتوي كميات كبيرة من المي وكميات قليلة من الأجزاء الصلبة، وهاد يلي بيخليها مثالية للتحلل. وخلال أيام بينتج عن عملية تحللها غاز اسمه غاز الميثان، وهو غاز حيوي يمكن استخدامه لتوليد التيار الكهربائي والحراري. هذا الكلام مو مجرد حكي، هو فعلاً اتطبق ببعض الدول، ورح أحكي لكم تجارب عملية. ألمانيا اليوم هي أول دول العالم بإنتاج الوقود الحيوي، والنمسا هي الرائدة بإعادة تدوير زيوت الطهي المستخدمة وتوليد الطاقة منها. تحت شعار الطاقة المتجددة والوقود من الدهون، تم ابتكار نظم مختلفة لتجميع زيوت الطهي وإعادة تدويرها بهدف الاستفادة منها. وهي الزيوت بتشكل الكتلة الحيوية السائلة يلي بيتم استخدامها لإنتاج وقود الديزل الحيوي والطاقة الخضراء. بمقاطعة تروى النمساوية بيتم تشغيل محطة إقليمية لتدفئة المباني بالزيوت المستعملة، وهي بتولد كمية كهرباء بتسد حاجة حوالي 3500 شخص سنوياً. ومن سنة 1999 صار في نظام مركزي لتجميع الدهون والزيوت بمقاطعة ترويل، وبتبلغ كمية زيوت الطعام المتجمعة من المطاعم ومن المنازل بهي المقاطعة 1800 طن سنوياً، بيتم تحويلها كلها لوقود حيوي. وببريطانيا الغاز المستخرج من مواقع النفايات بشكل ربع الطاقة المتجددة المنتجة في البلاد، بيولد كهرباء بتكفي حوالي 900 ألف بيت. وكمان تم تشغيل أول ناقلة ركاب بسعة 40 راكب بين مدينتين بريستول وباث الإنجليزيتين باستخدام غاز الميثان الحيوي الناتج من تدوير الفضلات وبقايا الأكل. وصار في بمدينة ريدينغ الإنجليزية محطة تعبئة غاز الميثان الحيوي الناتج من تدوير الفضلات، وفي مصنع ببريطانيا بحول كل يوم حوالي 18 ألف طن من فضلات الأكل ل 2500 متر مكعب من غاز الميثان يلي بيستخدم بعدين لإنتاج الطاقة الكهربائية. التجارب هي بعض التجارب اللي عم بتصير على مستوى العالم بدول عم تستغني شوي شوي عن النفط وآثاره المدمرة للبيئة، وفي بعض الدول العربية بلشت تاخد هاي الخطوة. ولو عنا وقت أكتر لنحكي عن تجارب تانية، رح تشوفوا قديش مهم إنكم تنتبهوا لما تكبوا النفايات إنه تفصلوها، لأنه كل نوع من هالنفايات بيتم تدويره بطريقة معينة، وإنتاج مادة جديدة مفيدة للبشرية بتوفر كتير من المال والأضرار. ليرة ورا ليرة، معي أنا كارولين.